جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول: هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ إذا نوى دخول الوضوء في الغسل أجزأ ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تدخل الطهارة الصغرى للطهارة الكبرى إذا نواها، وكونه يتوضأ أولا ثم يغتسل بعد الوضوء هذا أفضل وأكمل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.